السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله البنات يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم ان شاء الله كلها مزيانة. اول حاجة وقبل ما نبدا معكم الفيديو، ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو لي دائما واللي كتفرحني، والا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد ديالي. بديت معكم الفيديو ديال هذا النهار بشويه ديال الحداقه والنشاط، واخا مؤخرا ولا كيجيني شويه ديال العكس، ولكن غير من الجو البنات، مره كيكون سخون الحال مره كيبرد. المهم هاد التغيرات ديال المناخ هي اللي كتاثر لينا شويه على الصحه ديالنا وكتخلينا نحسو بشويه ديال العكس في هاد الوقيته هادي. المهم البنات، انا جبت هاد الطبيقات هادو ديال النحاس، ما عنديش شي برودوي باش غادي نحكهم ولا جايبها معايا من المغرب، جربت غير هاد المنتوج هذا اللي كان ناخد من سوبر مارشي هنايا، والصراحه عطى نتيجه. غادي تشوفوا معايا في الاخر من بعد ما غادي نحكهم وغادي نشللهم، غادي تشوفوا كيفاش غادي يوليو. بالنسبه لهاد الكريمه هذه البنات مصايبه بالحامض، انا كناخذها من ليدل تقريبا بواحد 3 اورو، وراه متواجده في جميع لي سوبر مارشي غادي تلقاوها، كيتبدل غير الاسم ديال المنتوج ولا لومبالاج. زوينه البنات، كنصحكم بها، حكيت بها الطبيقات شحال من مره. كما قلت لكم واخا كنخليهم على برا ولا كنديرهم في البلاكار لداخل، مي كندور بحال هكا واحد 15 يوم 20 يوم كنلقاهم كحالو. ففكرت وقلت علاش لا ما نجربش هاد الكريمه هذه، وعطاتني نتيجه. المهم البنات، راه كنحك بها حتى الطنجرات ولا الكاميلات ديال الاينوكس ديال الالومنيوم الكوكوت، كنحك بها البوطه مره في ديك 15 يوم كنديرها على البوطه وكندوز عليها كتخرج كتشعل. كنحك بها الحوض ديال الغسيل ديال المعن حتى هو كيخرج كيشعل البنات، وكما قلت لكم جربتها على النحاس وخرج كيشعل. غادي تشوفوا معايا النتيجه من بعد. المهم انا درت شويه ديال هاد الكريمه فوق هاد الطبيقات هادو، وتخديت جيكس هذا اللي كناخذو حتى هو فيه الحامض. صافي ما كيحتاج لا ديروا لا ما لا والو، غير ملي كتبداو تحكوا راه هي كتطلق الرغوه بوحديها. صافي وحكيتهم وركزت على داك الدوره ديالهم حيت هي اللي كتكحل ليا بزاف داك الجناب ديالهم، ومن بعد شللتهم غير بالماء، ما درت لهم لا صابون لا حتى شي حاجه. شفتوا معايا كيفاش كيخرجوا كيشعلوا، وراه ما حكيتهمش بزاف، يعني ما خداوش مني شي وقت كثير، غير درت لهم غير واحد التدويزه خفيفه كلهم. صراحه كيجي فيهم التقديم زوين بحال هكا ديال دواز اتاي، فقاس، غريبه، حليوات ديال الدار، كيجي فيهم التقديم زويون. المهم راه حكيتهم ضربت لهم حكه، غادي نشفهم وندوز باش نكمل معكم الفيديو ديال هذا النهار. المهم البنات، هذه الكريمه هذه راها بديل ديال الصابون البلدي، اللي ما عندها الصابون البلدي تستعن بها وتحك بها المعنات، راه كيخرجوا كلهم كيشعلوا كما قلت لكم، لا نحاس لا اينوكس لا الومنيوم لا البوطه لا الحوض ديال الغسيل ديال المعن، كلشي جربوها وردوا عليا ان شاء الله الاخبار في الفيديوهات الجايه. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على الثمن ديالهم، كنت جبتهم معايا من المغرب، تقريبا ما بقيتش عاقله على الثمن بالضبط، كيديروا شي 60 درهم 70 درهم للطبيقه. صراحه البنات كيجيو زوينين في الحطه بحال هكا في الاعياد والمناسبات، ديروا فيهم دواز اتاي. غادي نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف ديال الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه كاع الحويجات اللي كنت جبت معايا من المغرب مؤخرا. البنات اللي مازال ما شافوش غنخلي لكم لتحت في صندوق الوصف. من بعد ما ساليت الشقه ديال الدار دزت مباشره باش نوجد الغدا. اليوم غندير غير غديوه ساهله مهله، ودغيا دغيا كتوجد. بزاف ديال البنات كيعجبهم بحال هاد الاقتراحات اللي ما كياخذوش منها بزاف ديال الوقت في الكوزينه. خديت الكميله ودرت فيها الماء كيغلي، درت فيه شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح، ودرت لي بات كيتسلقوا لي بيني. وانتم اللي عندكم سباغيتي بيني اي نوع ديال الباستا ديروه. المهم وفي المقله درت لاصوص ديال مطيشه اللي ما فيه لا عطريه لا والو، كيمكن لكم ديروا لاصوص اللي جاهزه اولا تاخذوا مطيشه وتحكوها وديروها. المهم درت فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال زيت الزيتون، وشويه ديال الثوم بودره، ودرت شويه ديال الاعشاب المناسبه بحال هكا الزعتر وشويه ديال الحبق، وخليتها حتى هي كتطبخ على جنب. بالنسبه لشنو غنرافق مع الباستا، درت غير شويه ديال القطبان ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج ولا صدر ديال بيبي اللي عندكم البنات قضيو به الغرض. المهم درت لهم شويه ديال العطريه، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه والبزار،
وشويه ديال التحميره، ودرت لهم شويه ديال الثوم بودره صافي، ودرتهم في هاد القطيبات هادو ديال العود، وخالفتهم بشويه كيف ما شفتوا معايا ديال بحال هكا الخضره اللي عندكم. انا درت غير شويه ديال الفلفله الحمراء والصفراء وشويه ديال البصله، كيمكن لكم ديروا مطيشه شويه ديال القرعه، المهم اللي عندكم في الدار البنات. طيبتهم غير في المقله، درت فيها شويه ديال زيت الزيتون صافي، وغنديرهم كيطيبوا. راكم عارفين الصدر ديال الدجاج ولا ديال بيبي ولا بحال هكا الكفته ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، قلت بلا ما نجبد الشوايه عاد سخنها عاد نطيبهم فيها، عاد خصني نغسلها وردها لبلاصتها. المهم البنات راكم عارفين غديوا على السريع، كان ديبانيو باللي كان غادي نخليهم كيتشواو ونوريكم الشكل النهائي ديال الطبق. غديوة سهلة مهلة وما كتاخدش منا الوقت بزاف في الكوزينة، تدخلي حتى لاخر لحظة وتوجديها بحال هكا الغدا ولا العشاء، علاش لا. المهم البنات الا كيعجبوكم بحال هاد الاقتراحات هادو، بحال هاد الوجبات السريعة اللي كتحضر دغيا دغيا وما كتاخدش منا الوقت، خليوها ليا لتحت في التعليق، وان شاء الله غادي نحاول في الفيديوهات الجاية نبقى نزل معكم بحال هكا وصفات ولا افكار للغدا ولا العشاء اللي ما كتاخدش منا جهد وما كتاخدش منا حتى الوقت، وكتحضر دغيا دغيا وكتجي لذيذه ناكلوها حنا وليداتنا الصغار، سيرتو الدراري الصغار كيحمقوا بحال هكا على لي بات وعلى بحال هكا حويجات اللي هما ساهلين. كنتمنى الغديوه ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم، كيف ما شفتوا معايا البنات اقتراح بسيط وسهل، فكنتمنى يكون عجبكم وتجربوه حتى نتوما في الدار ان شاء الله. بالنسبه لدواز اتاي اللي مقترحه عليكم اليوم، غريبه البهله بطريقه سهله ومقادير ساهلين، وغادي نعطيكم واحد السر باش غتجيكم غريبه مشققه وان شاء الله غتنجح معكم من اول تجربه. المهم في المقادير كنحتاجو كاس ديال الزيت النباتي، كاس ديال السكر سنيده، القياسات كلهم بالكاس ديال العنبه ولا الكاس ديال اتاي، كاس ديال الزبده دايبه كناخذوا الزبده وكندوبوها وكنعبروا منها كاس، نص كاس ديال الزنجلان، الزنجلان ولا اللوز ولا كاوكاو اللي عندكم البنات، انا اليوم درت فيها نص كاس ديال الزنجلان، معلقه صغيره ديال الملحه، ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 7 غرام، وغادي نحتاجوا الدقيق على حسب الخليط. انا تقريبا هنايا دخلت فيها 550 غرام ديال الدقيق الابيض بالقياس ديال الكاس، تقريبا واحد الخمسة ديال الكيسان ونص حتى لستة ديال الكيسان البنات، المهم الدقيق عينكم ميزانكم. كتاخذوا القصريه ولا شي زلافه ديال الزاج ولا شي طبسيل كبير، المهم فاش تخلطوا. المهم درت هنايا الكاس ديال الزيت النباتي مع الكاس ديال السكر سنيده، الا بغيتوا الغريبه تجيكم شويه حلوه تقدروا ديروا حتى الكاس ونص، انا كنكتفى البنات غير بكاس ديال السكر سنيده، الكاس ديال الزبده دايبه، درت غير الزبده العاديه الزبده مارغرين ذوبتها وخديت منها كاس، ومن طبيعه الحال الزنجلان اللي منقي ومحمر كما قلت لكم، كيمكن لكم تعوضوه باللوز ولا بالكاوكاو اللي عندكم في الدار، ولا تخلطوا ديروا كل حاجه منها شويه شويه صافي، ومعلقه صغيره ديال الملحه، غادي نخلط مزيان عاد نبدا نزيد في الدقيق. الدقيقه البنات عينكم ميزانكم كيف ما قلت لكم، انا هنايا دخلت تقريبا خمسة الكيسان ونص ديال الدقيق البيض طحين الفورس بالقياس ديال الغرام 550 غرام اللي دخلت بالضبط، وانتم البنات عينكم ميزانكم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعمل كل وحده منا. البنات اللي متبعيني في القناه راه عارفين اني كنستعمل الدقيق العادي اللي كناخذو من ليدل، الباكيه ديالو الزرقاء هو اللي كنستعمل في التحضير ديال الحلويات اللي كنشارك معكم ديما في القناه. المهم هنايا ضفت الدقيق وغادي نضيف الخميره ديال الحلوه، ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 7 غرام تقريبا واحد جوج معلقات صغار ما عامرينش بزاف صافي، وغادي ندخل الخميره والدقيق حتى نحصل على خليط ولا نحصل على عجين ما تكونش قاصحه بزاف، خاص العجينه تكون مرخوفه باش ملي ندخلوا الغريبه للفران دغيا تشقق، الا قصحتوا العجينه ودرتوا الدقيق بزايد ما غاديش تشقق لكم نهائيا الغريبه البنات. هكذا خاصو يكون العجين ديال الغريبه، يكون مرمل وخفيف ما ثقيلش بزاف كيف ما كتشوفوا معايا صافي، ملي كنكوروها كتجمع كنحبسوا الدقيق. بالنسبه للسر اللي قلت لكم غنشارك معكم السر اللي كيخلي الغريبه تجي مشققه من اول تجربه ديروها ان شاء الله، كدوزوا العجين كامل اللي حضرته في الحكاكه،
الحكاكه العاديه اللي كنحكوا فيها خيزو والبصله. المهم البنات انا كندوز العجينه كلها كنحكها كيف ما كتشوفوا معايا، راه الفيديو موضح فيه كل شيء بالتفاصيل. غادي نحاول نخلي لكم المقادير لتحت في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، المقادير بالكاس وبالغرام باش ملي تبغيو توجدوها ترجعوا ليهم. البنات من بعد ما كتحكوا العجينه كامله ما كتعاودوش تجمعوها بيديكم، كتخليوها بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كتخليوها مفرته وكتشكلوا منها كويرات ديال الغريبه صغار ولا كبار على حسب اللي كتبغيو نتوما. بالنسبه لي انا كندير كويرات اللي هما متوسطين في الحجم، ما صغارينش بزاف وما كبارينش بزاف، جويجات مع كويس ديال اتاي الله يجعل البركه. المهم البنات كيكون تقريبا في الحجم ديالهم 30 غرام في الكويره. صافي كناخذوا كنشكلوا بحال هكا كويرات كما قلت لكم على حسب اللي بغيتو نتوما، وغادي نستفهم في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. كيمكن لكم تدهنوها غير بشويه ديال الزيت وتستفوا فيها الكويرات، اولا تفرشوا بحال هكا الورق ديال الزبده حسن. المهم وكتخليو بيناتهم واحد شويه ديال لي سباس، واحد شويه ديال المساحه، راكم عارفين فيهم الخميره ومازال غادي يزيدوا يتنفخوا، وكتحاولوا تبسطوا غير شويه بصبعكم باش ما يجيوش مقببين بزاف. بالنسبه للطياب ديال الغريبه معروفه البنات، كتسخنوا الفران مزيان من الفوق ومن التحت، ومن بعد كتطفيو لتحت كتخليه شاعل غير من الفوق، وكتقربوا الطاوه للجهه الفوقانيه حتى كتبان لكم غريبه كلها تشققات، عاد كتهبطوها للرف الوسطاني وكتشعلوا من التحت وكتكملوا ليها الطياب ديالها. من بعد ما خرجتها من الفران خليتها حتى بردات مزيان، عاد درتها بحال هكا في هاد الطبيقات هادو اللي ورتكم في الاول ديال الفيديو اللي ضربتها لهم اليوم بواحد الحكه. كما قلت لكم راه كيجي فيهم دواز اتاي غزال في الحطه ديالو. المهم كتخليو غريبه حتى كتبرد وكتستفوها في الطبق ديال التقديم، ولا كديروها بحال هكا في طاسه ديال الزاج ولا ديال البلاستيك باش كتحتفظوا بها. المقادير اللي عطيتكم اليوم راها معقوله، كتعطيكم كميه معقوله تقريبا جوج ديال الطاوات ديال الفران. غادي نفتح لكم واحد الوحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي مقرمشه من برا ورطبه وهشيشه من الداخل. كيف ما شفتوا معايا انا درت فيها غير شويه ديال الزنجلان، وانتم يمكن لكم ديروا فيها شويه ديال الزنجلان، شويه ديال الكاوكاو مهرمش، شويه ديال اللوز مهرمش اللي عندكم في الدار، يمكن لكم تخلطوهم ديروا كل حاجه منها شويه. المهم كتجي لذيذه البنات، وان شاء الله غادي تجربوها وتنجح معكم من اول تجربه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا منه ولو القليل. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تشجعني، والا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره قناه عالم نزهه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. كنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي مع اقتراحات جدادين ووصفات جداد. نهاركم مبروك وبسلام عليكم.